السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، ما زال اللقاء يتجدد مع برنامجكم بكرة أحلى. تحيا مصر، ومصر تحيا، ويا مصر بكرة أحلى. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنتكلم على موضوع في غاية الخطورة، تقريبا أثر على الأسرة المصرية وأثر على المجتمع المصري بشكل عام، ألا وهو قضية مخاطر سلبيات وإيجابيات السوشيال ميديا. أعزائي المشاهدين، النهاردة تقريبا افتقدنا الأخلاقيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. النهارده بقت كلها للاسف الشديد زي ما بنقول اثار داخليه من بعض رواد السوشيال ميديا، مما اثر بالسلب على نفوس اغلب المصريين من خلال بقى مشاكل اجتماعيه، مشاكل شخصيه. بقينا ننشر للاسف الشديد حاجات بتسيء للشعب المصري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن فقدنا اهم شيء الا وهو الأخلاق. نبدأ مع فضيلة الشيخ عمر النهاردة. فضيلة الشيخ عمر، هل افتقدنا الأخلاق الحميدة من خلال مواقع السوشيال ميديا؟ السب والقصف واللعن، وشفنا حاجات غريبة وتقريبا تصفية حسابات. هل فقد الشعب المصري الأخلاقيات اللي احنا تربينا عليها منذ الصغر ومن أجدادنا وآبائنا؟ هل فقدناها في هذا التوقيت في ظل هذه الهجمة الشرسة على 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 بعض بنقول الداخليات الموجوده في نفوس بعض الناس، تسببت الى مشاكل كثيره جدا فقدنا فيها الاخلاق؟ حضرتك شايف من وجهه نظرك او من وجهه النظر الدينيه الاخلاق، كيف نعالج هذه الافه على مواقع السوشيال ميديا؟ اتفضل يا فندم. بدايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الوحيد القهار، والصلاه والسلام على حبيبنا محمد ماحي الشرك والعار، والسلام والرضوان على آل بيتي وصحابتي وتابعيه للهمة والاقتدار. أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية، لابد أن نقرر بأن للأخلاق أهمية عظمى في الإسلام، فالخلق من الدين كالروح من الجسد. الله. وإسلام بلا أخلاق جسد ميت بلا روح. والأخلاق ليست بشيء، إنما هي كل شيء. ورحم الله الحكيم لحظة قال: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نعم. بل إن الناظر إلى رقي الأمم وحضارتها إنما يرى أنه مرتهن ببقاء الأخلاق، فإذا ما ضاعت الأخلاق انهارت الأمم وطاشت الحضارات. ورحم الله شوقي حينما قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلة. لذلك فإن الناظر في آيات القرآن وأحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن ديننا الإسلامي إنما هو ثلاثة أضلاع: عقيدة وشريعة وأخلاق. فديننا كالشجرة، جذورها عقيدة، وساقها عبادة وشريعة، وثمارها أخلاق. فإذا ما اشتد الجزع قوي الساق وطابت الثمرة، وإذا ما تعفن الجزء هزل الساق وتعطبت الثمرة. لذلك لن تعجب حينما ترى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه حينما يسأل عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. ولعلنا نتوقف طويلا عند هذين الأمرين اللذين اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام الأكثرية في دخول الجنة: تقوى الله فإنها تصلح فيما بينك وبين الله، أما حسن الخلق فإنها تصلح فيما بينك وبين الناس. لذلك رأينا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه يتكلم بلغة الحصر والقصر كما يقول اللغويون، فجعل الغاية والهدف والعلة من بعثته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه الأخلاق، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكلنا يحفظ قولة الصالحين
الدين المعاملة، فلعلني أركع وأسجد وأتصدق وأصوم وأحج، إلا أنه إذا ما فقدت هذه العبادات الثمرة المرجوة من ورائها فإنه لا طائل من ورائها، بل إنها على صاحبها شاهدة عليه يوم القيامة. شكرا يا شيخ، حضرتك فحللت تقريبا الخلق ويمكن وجهت رسالة للمجتمع، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أظن دي رسالة واضحة، لابد أن نتمسك بالخلق العظيم عندما نتعامل على مواقع السوشيال ميديا التي كانت سببا رئيسيا في أغلب مشاكل المجتمع. أشكرك يا شيخ عمر. نيجي بقى لضيوفنا الأستاذ محمود. حضرتك شايف النهاردة يمكن تقريبا إحنا عندنا قضية رأي عام، ألا هي قضية قانون التصالح في مخالفات البناء. احنا شفنا المواقع النهاردة حجمت الموضوع، سوشيال ميديا حجمت الموضوع وكبرته جدا واثرت مشاكل وبلبلة في الشارع المصري كبيرة وعظيمة، منها مواقع التواصل الاجتماعي، وشفنا هناك بعض الاشاعات. تقريبا احنا كل ساعة 200-300 اشاعة بتطلع على مواقع السوشيال ميديا وليس لها مصدر. هل شايف دي السوشيال ميديا والشائعات دي كان السبب الرئيسي في تأجج هذه المشكلة وتكبيرها وتحجيمها بهذا الشكل؟ تفضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر حضرتك وبشكر إدارة القناة. اولا هنرجع لكم نقطة مهمة اللي هي كالآتي. اولا مش كل مواطن يبص يعني مثلا على السوشيال ميديا او على تويتر او لاخره وبص على قرارات بتنزل، ماشي ارجع واصور واعمل له حاجه من دي واصور، لا انا ارجع واهدى واركز، ماشي. ده حاجه. الحاجه الثانيه موضوع التصالح، ماشي. في بعض اماكن اتعملت ب 50 جنيه، في اماكن 100 جنيه، في اماكن 200 جنيه بقت اوكازيون، ماشي بقت اوكازيون، والاشاعات بتطلع بتكتر ودي بتهيج الشعب، يقول لك سوهاج احسن ماشي. من الجيزه. ده النهارده دي نقطه التخفيض فيها قليل، ودي نقطه يا فندم. مش عارف انا مش انا باجي اجعل المواطن ليه برضو انا برضو يعني ايه يعني انا مش اجعل الدوله ولا اجعل المواطن. انا يعني عندنا احنا قلنا قبل كده في كام حلقه قبل كده في بكره احلى بالنسبه للمحليات كان فيها فساد، هذا موضوع كبير ماشي. فساد كبير وكلمنا عليه قبل كده مع حضرتك في ثلاث حلقات قبل كده على موضوع المحليات. نعم. في فساد مش هاجي مثلا فين كان فين يعني المهندس المسؤول عن التراخيص، المهندس اللي بتاع الاشغالات، هم انتوا كنتوا فين؟ في رؤساء الاحياء. ماشي. لما في رؤساء الاحياء لما اجي ابص على عماره طلعت في خلال شهرين ثلاثه ودخل لها كهرباء وميه، بدفع كهرباء وبدفع ميه وبدفع غاز وبدفع صرف صحي، انا بدفع عوايد. مش انت عاوز تديلي يعني اجي ابص الاقي مثلا واحد سافر الخليج او سافر اي دوله بره جه اشترى مثلا كفلاح عنده خمس اولاد، جيب انا بيت لأولاده. نعم. يعني في حدود مثلا 150 متر. نعم. مش عامل بيت هو اولاده وصريت. مش هاجي اطلعه واقول له يعني السوشيال ميديا كبرت الموضوع بس ماشي. بس برضو يا فندم انا معلش في كلمة، انا بعتب على الدوله في نقطه اللي هي ايه، ما جيش على المواطن قوي يعني. انا شوف بعض المواطن بعض في رحمه يعني ماشي في بعض المواطن في بعض المواطن بعض مواطن نعم. مواطنين سواء في كفر الشيخ، في الغربيه، في بولاق، في الجيزه، في بعض المدن، في بعض القرى، اطلع مجلس المدينه، اطلع الحي، هات امن التصالح على ما يخلص ورق يجي بص يلاقي حاجته مرميه في قلب الشارع وتتهد. احنا بنطالب هنا بايه بقى؟ ماشي. لدرجه في مواطن يعني من حبه لسيادة المشير عبد الفتاح السيسي، سمي ابنه على اسم السيسي في بلده يعني على السوشيال ميديا يقول لك ايه مزبوط. الناس بيعايروه، قال له الفيديو ده فعلا اتذاع وقال لك راجل انا من حبي فيك سميت ابني السيسي. ماشي. فالناس بيقولوا لي يعني شوف اهو انت يعني ابنك اهو هدي لك البيت. ماشي. يعني دي من الحاجات ونرجع بقى في الموضوع كده. نعم. من اول خالص نهائي المحليات. المشكله كلها في الزوبعه اللي حصلت ديت هي المحليات. الزوبعه اللي حصلت في البلد المحليات. كل دلوقتي رئيس حي عاوز يظهر نفسه اللي هو شغال ويطلع ويهد بنفس مع انه هو الغلطان، هو صاحب الخطأ، هو صاحب الخطا، هو اللي سمح للناس دي تبني ودخل لها ميه وكهرباء. ما تجيش بقى على المقاول. نعم. ماشي. مع المقاول او صاحب الشقه، معلش انا اشتريت مثلا شقه في 2016 او 2015 او 2014 لقيت المقاول عمل عماره الشقه بكام؟ ب 80,000. انا اشتريت
والضبط بعت مثلا، خليت مثلا زوجتي بعت الذهب بتاعك، لا مش عارف ايه ايا كان بقى، ايا كان دبر بقى، ولا بص لك ايه، لا تعالى اعمل لي اعمل لي تصالح والموضوع كبر بعد كده ماشي. ما هو هو ده اللي هو ده هو ده برضو ما هو برضه المقاول هنا عنده مشكله ماشي. ليه؟ لان المقاول مواطن عنده قطعه ارض يقول لك هبنيها معاك بالنص، ويجي يروح طالع مره واحده جاب 2 3 من الحي. فين الحي يا فندم؟ فين الحي؟ اسمعني بس، وهو صرف عليها 200 300 الف وعمل عماره 7 8 ادوار وباع الشقه ب 300 400 الف جنيه. المقاول ده لازم يتقطع رقبته ماشي. لانه كان سبب رئيسي انه بنى مخالف وطلع العماره في شهر برضو شهرين برضه ولما عشرات الاضعاف مقابل انه دفع رشوه لبعض بعد المقاولين كانوا بروحهم عشان خاطر يقدم على تصريح، عشان خاطر احنا بنتكلم على المقاول برضه، احنا بنتكلم على المواطن برضه، بتكلم على المواطن اهم حاجه المواطن، انا بتكلم على المواطن وعلى المقاول في نفس الوقت، ان هو دي مظلوم ودي مظلوم. نعم. ما بسيبش يعني بيقولوا زي ايه راس الافعى واجل الدين. لا ما هو المقاول برضه عليه دول كبير ماشي. انه طماع بنى النهارده كسب مليون اتنين فين الحياه من واحد تاني اديني ارضك من 2008 فين الحياه وهكذا فين الحياه من 2008 مشكله فين الحياه من 2008 يعني انتوا سايبين كل سايبين الدنيا كلها. احنا بنقول ان السوشيال ميديا جيجت الموضوع النهارده، هو ده مش موضوعنا النهارده قانون صرف مواد، انت دخلتينا في قصه مش بتاعتنا، بس احنا قلنا النهارده احنا بنتكلم على السوشيال ميديا، بنتكلم على الشائعات ماشي. الشائعات يعني كل رب الموضوع كبير قوي على طريق السوشيال ميديا. ما كل رب اسرع المفروض يا فندم يراجع هيرجع اولاده السوشيال ميديا. نعم ماشي، ان هو الشباب يبقى عنده طاقه، واحنا مش عاوزين، احنا بنقول خطوتين لقدام مش خطوتين لورا. احنا صدقنا البلد اتقدمت خطوتين لقدام، مش عاوزين البلد ترجع لورا تاني، كفايه بهدله ودمار. مش عاوزين نبقى زي سوريا او نبقى زي ليبيا، مش عايزين نقول النغمه دي والنبي احنا تعبنا منها ماشي. كله يطلع يقول لك احنا مش عايزين سوريا والعراق وليبيا، الكلام ده الكلام ده على فكره كلام سوشيال ميديا ماشي. يعني احنا تعبنا منه بقى، ما هو ده كلام الحق، احنا عندنا بلد الامن والامان وعندنا استقرار وعندنا، ما هو ده كلامه، ما هو ده كلام ده السوشيال ميديا بيحجج بقى مشاعر المواطنين. المفروض احنا بقى معلش يعني كان ايه، انا كرب اسره اتابع اولادي على موبايلاتهم بيشوفوا بيعملوا ايه، مش عيب يا فندم. شكرا استاذ محمود، اشكرك حضرتك جاوبت وقفت، بس انت ضغطت شويه على لا والله يا فندم، لا والله لا عشان فندم انا كمنظمه وكحزب متابع في حركه الشارع. لا ما انت متواجد في الشارع ماشي، متواجد في الشارع يا فندم وشايف كل حاجه. طب دلوقتي احنا خدنا الراي الديني وخدنا الراي السياسي، نيجي بقى الراي الشباب. النهارده جايبين كوكتيل، يعني بما انك شابه يا استاذه نسمة وموجوده شايفه السوشيال ميديا كان ليها تاثير كبير في نفوس الشباب، انها النهارده خلت اغلب الشباب النهارده يعني اسف لا يلجأوا للعمل، لان هو بيسهر طول الليل على التليفون، يكلم اصحابه، يخش على مواقع مش مظبوطه، انت فاهماني؟ هل السوشيال ميديا النهارده او عامل مشاكل مع الشباب وانت شابه كده، هل له تاثير سلبي على المجتمع وبالاخص الشباب؟ اتفضل. هو انا حابه ابدا بالمميزات. هو انا شايفه ان الميزه الاكبر والمهمه للسوشيال ميديا ان هي بقت تساعد الشباب في الحصول على الوظيفه، بقى سهل جدا. يبقى كده في ايجابيات اهي، الله عليك، تمام جميل. في ايجابيات بس السلبيات انه بقى ممكن ابتزاز اي شخص بطريقه سهله جدا. نعم. يعني اي بنت بقى دلوقتي سهل اي شاب ينشر سلبيات عنها. بقى شايفه ان هو لها سلبيات كتير تانية غير الميزه، انا شايفه ان دي الميزه الوحيده. اما بالنسبه للعلاقات، العلاقات شايفه ان هي كمان سلبيه، لان انا من ساعه ما اتخرجت من الجامعه واحده من الناس معظم علاقاتي كنت متواصله قوي مع اصحابي ايام الجامعه، لكن بعد التخرج العلاقه بقى فيها نوع من الفتور، وقلت كمان بسبب السوشيال ميديا، يعني بقينا هاي باي اللي هو النوع ده من العلاقات، يعني مبقاش فيه العلاقه القويه كان اللي هي كان زمان. طب انت شايف ان السوشيال ميديا اثرت على المجتمع؟ نتكلم بقى من ناحيه اللي احنا بنسميها صله الارحام. النهارده يعني حتى اخواتك تقريبا، يعني انت ليك اخوات متزوجين وانت في اسره صح؟ هل النهارده بقى في تباعد اجتماعي غير السوشيال ميديا ولا في تقارب؟ بقى في تباعد. اسهل حاجه ان هو يخش يقول لك عامله ايه، اخبارك ايه على الموقع التواصل الاجتماعي وما يسالش منك. هل شايفه ان اثرت بالفعل؟ انا شايفه ان حصل تباعد مش تقارب اجتماعي، بسبب انه دلوقتي بقى اي شخص يعتمد على سهوله السوشيال ميديا في انه يبعت مسج بدل ما يكلم اخوه او يروح يزوره، فشايف ان هي عملت تباعد مش تقارب. نعم. عليك نيجي نرجع بقى للراي الديني تاني. شيخ عمر، شايف النهارده السوشيال ميديا من خلال المواقع للاسف شديد، وانا بقولها ولا حياء في العلم، المواقع اللي بتحس على الرذيله والفجور والفسق، والمواقع دي بقت كتيره جدا النهارده، اللي رفعت مستوى كبير جدا لدى الشباب بالاخص من الانحطاط الاخلاقي من خلال هذه المواقع اللي بثت في المجتمع المصري السموم اللي بقت اخطر من المخدرات للشباب،
والمواقع للاسف شديد، وبقولها بارتياح، المواقع الاباحيه بقت منتشره جدا النهارده على السوشيال ميديا. وانا اعرف بعض الدول المحترمه حجبت هذه المواقع. لماذا لم نطالب او لا نطالب، او الراي الديني الازهري لا نطالب الدوله المصريه، لماذا لم نطالب الدوله المصريه بانها تحجب هذه المواقع لتمنع الرذيله والفجور اللي وصلنا بيه في المجتمع المصري من خلال شبابنا النهارده؟ مش شباب بس، ده بقى الناس الكبيره كمان بتتفرج، والدنيا بقت سلطه يعني. الراي الديني في الموضوع ده، علمنا يقينا انه ما ان اوجد الله ادم على الارض الا وقد اعلمه ان له عدو يتربص به. خبره ربنا في ايات تتلى الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنه فتشقى. ورحم الله الحكيم لحظة قال: النفس والشيطان والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فإذا ما كنا قد عرفنا أن بأن لنا شياطين يتربصون بنا، فإنه ولابد أن يأخذ كل حذره. فإننا قد وجدنا في هذه الحياة للاختبار والامتحان والابتلاء، كما قال ربنا في مفتتح سورة الملك تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فلا يستطيع ولي الأمر أن يعين على كل رجل حارسا ليرى ماذا يصنع وماذا يقول، ولكن علمنا ربنا وأدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوجد كل واحد منا في نفسه حارسا حتى يكون صاحب ضمير يقظ وقلب حي. لذلك إذا ما تلوت القرآن رأيت ربك يعلمنا ألا نتتبع خطوات الشيطان، فإن في تتبع خطوات الشيطان الهلكة والخسارة في الدنيا والآخرة، ولم لا؟ ورحم الله الحكيم لحظة قال: ومعظم النار من مستصغر الشرر. فهذا الذي وقع في جريمة الزنا، أو ذاك الذي ارتكب سفك دم، أو ذاك الذي تسلط على أموال الناس فسرقها، هذا لم يأته الشيطان من أول وهلة يأمره بهذه الجريمة، إنما سهل له الطريق خطوة تلو الخطوة. لذلك علمنا ربنا جل وعلا إذا ما كنا نتحدث عن هذه المواقع الإباحية بغض النظر وغض الطرف، فقال الله جل وعلا مخاطب عباده المؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال بعدها مخاطب المؤمنات العفيفات الطاهرات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ونهى ربنا جل وعلا نهيا مؤبدا أن يتجرأ الواحد على هذا الطريق، فإنه ينحط به إلى مدارك أسفل من مدارك البهيمية والحيوانية. فقال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. نعم. طب يا شيخ، شايف ان هذا المطلب اللي احنا طالبنا بيه من خلال شاشتنا النهارده، قناه الصحه والجمال اللي دايما بتعمل من اجل الصالح العام وحل مشاكل جذريه في المجتمع، يمكن هو ده الهدف الرئيسي للقناه، علنا نتخذ هذا المنبر نطالب اليوم. نطالب من هذا المنبر من قناه الصحه والجمال، نطالب شيخ الازهر وعلماء المسلمين بان يقوموا بـ 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 بالتوجيه للدوله المصريه بحجب هذه المواقع التي أصبحت اليوم سوسة تنخر في الجسد المصري. اعلم يقينا يعني أن المجتمع كله يقع على كاهله هذه المسؤولية. فالأزهر والأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، الكل مسؤول أمام الله جل وعلا عما استرعاه. يعني أنت كما قال، أنت بتؤيد هذا المطلب طبعا بحجب هذه المواقع. هذا نبينا، يبقى نوجه نداء بقى، نوجه نداء. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كده رسالة وصلت. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وصلت الرسالة يا شيخ، خلاص. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولازم نعرف إن المسؤول اللي حتى الآن لم يصدر قانون أو قرار بأن هو يحجب هذه المواقع التي أفسدت شباب مصر وبنات مصر والمجتمع المصري بالكامل، يا ريت شباب بس، دي بقت مصيبة سوداء. حتى الكبار والشيوخ يتابعون هذه المواقع. كثيرة هي العلاقات الزوجية التي تفسخت وانهارت، نطالب وكثيرة هي الأسر التي ضاعت بسبب هذه المواقع. بنوجه نداء دلوقتي أنه طالب الراعي الكبير
بحجب هذه المواقع لإنقاذ الشعب المصري من نحن الإيه؟ نعلم يقينا من أن الجهات المعنية العظيم. المسؤولة على نعم. رأسها شيخنا فضيلة مولانا شيخ الأزهر نعم. ومعالي الدكتور وزير الأوقاف. يبقى احنا بنوجه نداء دلوقتي بقى احنا بنعالج الشرخ دلوقتي، هو ده هدفنا ودورنا في الإعلام. الجهات المعنية مسؤولة أمام الله نعم. جل وعلا عما استرعاها نعم. فننادي نعم. الجميع ألا فليقلكم ألا فليقم كل بدوره فالكل مسؤول عن ذلك أمام الله يوم القيامة. شكرا لكم. معنا مداخلة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ محمد اتفضل يا حبيبي مع حضرتك. اتفضل يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا حبيبي. اتفضل يا أستاذ محمد. والله موضوع الحلقة شيق جدا، بس يعني في حاجات دلوقتي السوشيال ميديا يعني يعتبر بوظت اخلاق الشعب المصري كله، اقسم بالله. نعم عندك حق فعلا، والله عندك حق فعلا. فيعني احنا بنطالب ان بيبقى في قانون يحمي الاشخاص اللي هي بتتعامل مع السوشيال ميديا بالطرق الصحيحه. نعم فاهمني، يعني المفروض يبقى في قانون يحمي الناس ويحميهم من عدم التطفل عليهم. في حضرتك في جهاز في الداخلية اسمه جرائم أمن المعلومات، ده داخل الوزارة، يقدم فيه أي بلاغ خاص بأي انتهاك حرية إنسان أو انتهاك كرامة إنسان على السوشيال ميديا، سواء بالسب أو القصف أو عرض بعض التسجيلات ليه، سواء صوت أو صورة أو فيديو وعرضها. ده في النهاردة قانون بيحاسب الكلام ده، بس احنا بنوجه للشعب المصري رسالة إن الشعب المصري كسول. يعني قلنا كتير اللي يعمل اي شيء يأذي انسان على السوشيال ميديا نتقدم بعمل بلاغ، ممكن بيتقدم بالالف واحد. فاحنا دلوقتي بنقول انا حضرتك اثرت موضوع في غايه الاهميه، ان احنا لابد ان نسلط الضوء ان هناك جهاز في وزاره الداخليه اسمه جرائم امن المعلومات. ولكن قبل ان نتكلم نعم. عن مسؤوليه الدوله والجهات المعنيه في سن مثل هذا القانون، نسال الله عز وجل ان يكون قريب الخروج على الساحه وعلى الواقع، لابد وان نخاطب الاب والام. لسه نتكلم على القصه دلوقتي، ما هو ده دور طبعا. فلعل ده دور رئيسي في لحظه من اللحظات نعم يسقطون في هذه الهوة السحيقة. ولكن إذا ما كان الأب متيقظا. أستاذ محمد لسه معانا ولا خرجت؟ أستاذ محمد تقريبا احنا كده. أستاذ محمد أثار موضوع في غاية الأهمية، هو النهاردة موضوع اصطياد للأسف شديد سمعة المواطنين، وللأسف شديد إن احنا كمان بقينا النهاردة بقت حاجة صعبة قوي إن احنا بنمس حياة المواطنين. ده النهاردة بقت جرائم الإنترنت أكتر من جرائم الأرض. حضرتك يا أستاذ محمود شايف النهاردة جرائم الإنترنت من خلال الـ نقول ايه، الشحنات الموجوده داخل النفوس، من خلال المشاكل المجتمعيه او المشاكل الداخليه اللي خاصه من بعض الاشخاص بتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هل شايف دي اثرت بالسلب على المجتمع المصري وعملت مشاكل كبيره؟ طبعا يا فندم، في حاجات من ديات كتير قوي حصلت وبيحصل فيها، مثلا يعني زي اقول لحضرتك زي ايه، زي حالات طلاق كتير. ده لسه كده دي نقطه هنتكلم فيها مهم قوي، هناخد راي الديني فيها. انا بتكلم مع حضرتك فيه، تلاقي مثلا حد يتكلم مع حد يسجل له مكالمه هوب يساومه صور ينزل له، لا انا هنشر بيساومه بالفلوس بيهدده، يعني هنشر ولا تدفع، ما وضح بقى، وضح للمشاهد هنشر ولا تدفع نعم. بيهدده نعم. مش يعني انت بتخاف ليه؟ لو حد مثلا حاجه زي كده اطلع على طول اعمل محضر، فلان الفلاني عمل وعمل 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 وعمل، ما تخافش. تعالى نيجي نبص نقطه ثانيه، بسبب الشغل جدا في حالات طلاق كتيره حصلت وبتحصل. نرجع تاني برضو لرب الاسره لازم يراجع عياله، يراجع يبص على تليفوناتهم، على صفحاتهم، يتابعها لازم يا فندم. طب نيجي بقى للاستاذه، الاستاذه لسه شايفه النهارده بحكم ان احنا معانا شابه النهارده بتمثل شباب مصر معانا في البرنامج، شايفه وانت طبعا صحفيه واعلاميه اكيد، شايفه النهارده موضوع مشكله الزواج من خلال السوشيال ميديا، شايف هذا الموضوع ناجح ولا سلبي؟ يمكن في ممكن يكون في حته ايجابيه، احنا عندنا نسبه النهارده هنتكلم بصراحة عزوف الشباب عن الزواج والإناث النهاردة، نسبة النهاردة وهنتكلم بصراحة اللي هي العنوسة كبرت قوي،
والنهارده ويمكن الزواج قل جدا وبقت النسبه كبيره، على فكره نسبه مخيفه نسبه النهارده العروسه. شايفه ان دي بقى يعني حته ايجابيه ان بقت مواقع التواصل الاجتماعي بتقرب بعض الشباب والبنات لبعض وبيتم الزواج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، شايفه الموضوع ده سلبي ولا ايجابي؟ وايه تاثيره على المجتمع؟ اتفضل. والله انا شايفه ان رايي الشخصي انه ملهاش اي ايجابيه في الزواج، خاصه ان تجارب اصحابي المقربين مني ان معظم اللي اتجوزوا او شافوا التجربه دي اللي هي عن طريق السوشيال ميديا كان للاسف جوازات فاشله، فانا ما برجحش الموضوع ده. يبقى انت شايفه السلبيه اعلى، ما فيش ايجابيه تقريبا. والله ده اللي شفته يعني من خلال اصدقائي المقربين. بس ما فيش حاله حتى نجحت يعني كده نقول ما فيش حد من المشاهدين بيشوفنا نقول انه التجربه دي نجحت معاه؟ يعني في اللي اعرفهم للاسف في ايجابيات وسلبيات، كان المعظم للاسف اللي اعرفهم كان بالسلبي، فما اعرفش اذا كان سلبي. حد ايجابي. طب حتى ارتفعت نسبه الزواج العرفي عن طريق السوشيال ميديا، هل انت وايه اللي وصل كده؟ هل اللي وصلها لكده؟ وايه اللي وصلها لكده؟ مظبوط. اقول لحضرتك وصلها كده يا فندم برضه، حاجات من ديت برضه تلاقي مثلا ولي الامر الاب انا عاوز وعاوز 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 وعاوز. طب ليه؟ كثرة تكاليف الزواج المطالب والمغالاة أو في التكلفة بتاعة الزواج. أنا عاوز شقة، عاوز شقة تمليك، أنا عاوز ب50,000 جنيه ذهب، أنا عاوز أربع أوض، أنا عاوز ده موضوع تاني مش موضوعنا. بس هي برضو يمكن موقع التواصل الاجتماعي أنت شايفة من وجهة نظرك إن هذا الموضوع سلبي، سلبي بالكامل. والله من خلال تجارب أصدقائي المعظم كان سلبي، فأنا شايفة إنه ما برجحش الموضوع الجواز عن طريق السوشيال ميديا، ممكن تكون في ناس تانية نجحت بس ما صادفتهمش يعني. نعم. نرجع بقى للرأي الديني، شيخ عمر احنا شفنا النهارده يمكن عايزين نتكلم على ما يحدث الآن إن احنا عندنا حاجة اسمها التقليد الأعمى. التقليد الأعمى. النهارده بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي الأب الابن بيسب أبوه، غياب البعد عن البر بالوالدين، ويمكن شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي حالات كتيره واحنا بنقلد. شايف ان كيفيه علاج هذه المشكله من خلال الراي الديني، البر بالوالدين، المشكله اللي بقت النهارده تقريبا بيعاني منها اغلب اباء وامهات مصر في كبر السن. لابد لنا ان نسلط الضوء ايوه كثيرا وطويلا بلا ملل على بر الوالدين وثمراته وعلى عقوق الوالدين وعواقبه. فالمتأمل في آيات القرآن يرى أنه ما من سورة إلا وأمرنا ربنا جل في عليائه بالوالدين. فهذا ربك جل في عليائه في سورة البقرة يقول وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وهناك في سورة النساء قال الله جل في عليائه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهناك في الأنعام يقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكلنا يحفظ الآية الأم للبر وللإحسان بالوالدين في سورة الإسراء إذ قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وها هي الوصية قد جاءت على لسان لقمان الحكيم عليه السلام إذ وصى ولده فقال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهناك في العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وهناك في الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لذلك لن تعجب حينما ترى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يعلق قبول الأعمال على بر الوالدين والإحسان إليهما. ولم لا؟ فها هو إمامنا البخاري رضي الله عنه يروي في صحيحه عن أبي هريرة وغيره أنه صلوات الله وسلامه عليه قال ثلاث لا ينفع معهن عمل، مهما تقربت إلى ربك بالطاعات، ومهما أخرجت من صدقات ونفقات، ومهما أديت من حجج وعمرات، إلا أنك إذا ما وقعت في واحدة من هذه الثلاث فإن عملك مردود عليك غير مقبول. هذا نبينا يقول ثلاث لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار يوم الزحف. بل إن عمر ابن مرة الجهني أتى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فقال ووالله يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله وصليت الخمسة
وتصدقت وأخرجت زكاة مالي وصمت وحججت البيت، فإذا مت أين تراني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هكذا. ونصب صلى الله عليه وسلم أصبعي ثم ترقرقت عيناه بالدمع صلى الله عليه وسلم ليعلم هذا الذي يفتخر بشهادته وبصلاته وزكاته وصيامه وحجه أن عملك هذا مرهون بأعظم علاقة في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم متمما كلامه: ما لم يعق والدي. الله الله، أشكرك يا شيخ عمر، ما شاء الله عليك. حضرتك يعني حضرتك بتجيب الرأي الديني الصحيح والسليم في أكثر مشاكل السوشيال ميديا. أشكرك يا شيخ عمر. أستاذ محمود بقى، شايف موضوع التحرش النهارده بقى والتنمر على موقع السوشيال ميديا، يمكن عملنا حلقه كامله عن التنمر قبل كده وكانت مكسره الدنيا. شايف موضوع بقى التحرش النهارده، على التحرش ما بقاش في الشارع، بقى السوشيال ميديا بقت ظاهره خبيثه على موقع التواصل الاجتماعي النهارده، التحرش وكميه المعاكسات بالاخص النهارده. يعني شفنا ان حتى يعني واحد ممكن يجيب صوره بنتي يركبها على صور مش مظبوطه والدها على السوشيال ميديا. التحرش النهارده شايف لابد من 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 انت شايف الحل ايه؟ وهل هناك تدخل من الدوله في هذا الموضوع؟ تدخل سريع. ما شوف حضرتك يا سيد بيه، ما احنا عندنا مراقبه الانترنت، ما نجيبش الناس اللي بتتحرش بالناس دي. شوف يا سيد، بالاخص بنضيع مشاكل رهيبه بتدمر الاسره المصريه. ما بقول لك احنا ارجع تاني اقول لحضرتك، المواطن ذات نفسه حاليه ما يعني لما حد يهدده بحاجه زي كده او يشوف حاجه زي كده المفروض يطلع على طول يعمل محضر ويبلغ. لا هو بخاف، بتخاف من ايه؟ ويقعد قلب البيت. طب ليه؟ بتسيب حقك يضيع ليه؟ ما تسيبش حقك يضيع. طب احنا ليه ما نطالبش بعمل صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك او التويتر او بعض المواقع او نعلن عنها على الواتساب؟ هذه الارقام يتم الابلاغ عن مشاكل التحرش من خلالها، وابعت الاكونت بتاع الشخص اللي بيعمل كده. ده اجراء سريع. لكن النهارده لما اروح وزاره الداخليه في التجمع الخامس وانا ساكن في اكتوبر او انا ساكن في منطقه او جاي من محافظه معينه من الصعيد، ما في يا فندم الاقسام موجوده يا فندم، ما الاقسام موجوده. الاقسام هتقول لك توجه الى الجهه المختصه المسؤوله عن الكلام ده يا فندم. لازم تعمل ما في مشكله يا استاذ محمود، لازم تعمل البلاغ في في في, في داخل الاداره نفسها. اصل احنا عانينا من الكلام ده قبل كده كحقوق انسان او تعاملوا خلال مجالات حقوق الانسان بكده. اقول لك لازم تروح الداخليه في اداره بتقدم فيها بلاغ. طب ليه ما نسهلش على عشان نحل هذه القفه الكبيره؟ موضوع التحرش النهارده الالكتروني بقى افظع بكتير من التحرش اللي في الشارع. انت حضرتك يا فندم يعني حصلت معانا بدل مره كم مره. نعم. واحنا توجهنا لاسم بلاء، اسم بلاء الدكرور عندنا، ومشكورين جدا تعاونوا معانا. ماشي، وخلصت الحاجات دي كلها يا فندم. خلاص يا زياد، اتقبض على الناس اللي عملت كده. ما انا عايزك تقول لي صوره حيه. ماشي يا فندم، انا بقول لحضرتك تم اتخاذ اللازم ولا عملت المحضر وبعد كده والشخص فعلا لما عرف احنا توجهنا وبنعمل محاضر ماشي قبل كده، الصفحه اللي لقيناها اختفت خالص نهائي، اختفت. طب ما هو ما تعاقبش، هيروح لواحد تاني ماشي وهيعمل واحد تالت. الايجابيه يعني انت فاهمني، هي دي بقت الايجابيه. ماشي يا فندم، لابد ان يتسم ويتصل. ماشي، يبقى احنا بنطالب بايه بقى؟ بنقدم حلول يا شيخنا النهارده. بنطالب بايه يا استاذ محمود؟ انا بطالب بعمل الجهات المعنيه، صفحه على الواتساب برقم معين من الجهات المعنيه، من الجهات المعنيه، عمل صفحه على الفيسبوك او عمل صفحه او عمل رقم خاص على الواتساب، ونبلغ عن الناس اللي بتتحرش على الانترنت. ده التحرش النهارده بقى رهيب، تحرش وتنمر فظيع لدرجه ان هم يا استاذ محمود بيركبوا فيديوهات لناس محترمه وبيهددوهم وبيبتزوهم ماليا زي ما حضرتك قلت من شويه. وقالت الاستاذه نسمه ما يجي رقم اتصل بيا بالتليفون، رقم ده لما راح اعمل محضر الرقم ده اتصل بيا وعمل 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 وعمل. هيتواصلوا للرقم ده وعرفوا هيعرفوا هيجيبوا مكانه فين. برافو عليك، احنا بنطالب بعمل بقى حاجه زي عمل صفحه او رقم لواتساب لابلاغ عن جرائم التحرش على الانترنت. تمام. لانها زادت قوي قوي قوي، وشفنا النهارده السب والقصف بقى علني النهارده بالقصف غير السوشيال ميديا، حتى بقى فندم في الشوارع ذات نفسها. نعم، في الشوارع ذات نفسها. نشوف اللي مثلا بيضرب غياب ماشي غياب غياب الوعي الاخلاقي والثقافي. ماشي استاذه نسمه، هل السوشيال ميديا النهارده اثرت وعملت شرخ في المجتمع بين الاب والام والابن والزوج والزوجه؟ عملت شرخ حقيقي داخل المجتمع، وانت عايشه في وسط اسره كبيره زي ما قلتي لي يعني. وانا عارف انت عايشه في وسط اسره كبيره، في شرخ داخل المجتمع من خلال السوشيال ميديا
والله هو انا لاحظت الموضوع ده بس مش من خلال بيتنا بس، هو من خلال حتى وسيله المواصلات. لو انت ركبت مترو دلوقتي او اي وسيله مواصلات، حتى تاكسي اي مكان، هتلاقي ان كل الناس ماسكه في الموبايل وبس عمال، ما حدش مركز مع اللي جنبه، او حتى في البيت اكيد بيعانوا من الموضوع ده. فانا شايفه انه اكيد يعني اكيد اكيد طبعا. شيخنا، من 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 اغرب قضايا الطلاق في مصر، انت مش هتصدقني فكره، ان ايه؟ ان زوج روح بيته وقال لزوجته حضري لي العشاء، قالت له حاضر، وماسكه تليفون بتكلم حد، ماسكه تليفون عماله تتواصل مع حد على التليفون. الراجل دخل غير وطلع، قال لها العشاء، قالت له حاضر شويه كده، وماسكه التليفون، يا ست العشاء، قالت له طب انا قلت لك شويه يا اخي، ما انا بقى انا، قال لها تعالي انت بتكلمي مين؟ قالت له انا مشغوله، ما بكلم واحده صاحبتي. الدنيا سخنت، قام طلقها. دي جت على السوشيال ميديا، طلقها. يعني شوف وصلت حضرتك شايف مشكله الطلاق دي اللي بقت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كبيره جدا، عمل شرخ بين الزوج والزوجه، النسبه زادت جدا من خلال مواقع السوشيال ميديا. بس انا عندي تعقيب يا استاذ يعني سيد على الموضوع ده. اتفضل. انه فعلا كنت بعمل حوار صحفي قبل كده مع شخص ما، ويعني تطرق بينا الحديث انه فعلا كلمني انه هيطلق زوجته بسبب ان هي اصبح عندها نوع من ادمان الفيسبوك. وانا استغربت جدا انه فعلا كانت يعني سيده عندها 40 سنه مخلفين، ده حتى كبرت يعني وعندها اولاد، يعني المفروض يبقى في عقل شويه، عندها مسؤوليه يعني بغض النظر عن السن، قصدي ان هي بقى اصبح عندها مسؤوليه. فانا استغربت النوع ده من القضايا الصراحه. شيخنا الراي الديني بقى في الموضوع، هذه التسميه اسم على غير مسمى، فاذا ما كان اسمها التواصل الاجتماعي فهي في الحقيقه تقاطع اجتماعي. الله. فكنا قديما حضرتك جبت المفيد والتفارق الاجتماعي. كنا قديما إذا ما دخل الواحد منا بيته أو داره رأيته بعد طول عناء في الشارع أو في العمل، رأيته يغمر بيته بالحنان والعطف والرقة، فترى الابن يقبل يد أبيه، وترى البنت تخاطب أمها، وترى الزوجة يغدق عطفه وحنانه على زوجاته، والابن كان يخش اول ما بيسلم على ابوه وامه يبوس ايده يقبل يده. هذه العلاقات خلاص التي انتهت، تفسخت والتي انهارت، انما كان سبب اصيل من اسبابها هذه الوسائل التي سميت بوسائل التواصل، وهي في حقيقتها تقاطع. لذلك راينا ربنا جل في عليائه ونبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه يوصي كل واحد فينا بابيه وبامه وبزوجته وباولاده. هذا احدهم دخل عليه صلوات الله وسلامه عليه فقال يا رسول الله، من احق النساء على الرجال؟ اكثر واحده لها فضل على الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم أمه، ثم قال فمن أحق الرجال على النساء؟ أكثر الرجال فضلا على المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم زوجها. لذلك لن تعجب حينما ترى وتسمع السؤال تارة ثانية هو قال الرجل يا رسول الله، فما حق الأب والأم علي؟ أنا الولد، أنا الابن، فما حق الأب والأم؟ فاختصر النبي صلوات الله وسلامه عليه كلام اختصارا فقال هما جنتك أو هما نارك. بل رأيته يجيب الإجابة هي لما سئل صلوات الله وسلامه عليه من عائشة رضي الله عنها، فقالت وما حق الزوج على زوجتي يا رسول الله؟ فقال هو جنتك أو هو نارك. نعم. فعليه إذا ما عرف كل واحد منا أنه بأبيه وأمه سيدخل الجنة، وبأنه بزوجته وبأولاده سيسعد في الدنيا وفي الآخرة، فإننا سنجعل هذه الوسائل وراء ظهورنا، وترانا نراجع علاقاتنا الاجتماعية ونتواصل فيما بيننا بالزيارة والسؤال. يبقى إذن أصبح بدل التواصل الاجتماعي بقى تفكك اجتماعي، سميه بقى موافقة تفكك الاجتماعي. تفسخ ارجع تفسخ اجتماعي، تفسخ. انا بقول لك بقول لكم راعي كله وكل راعي مسؤول عن رعيته. يعني احنا قلناها بكده، لو الاب يعني لو مثلا بيجي من شغله ويتابع زوجته ويتابع اولاده، هينسوا التواصل الاجتماعي خالص نهائي، هينسوه. التواصل احنا بنبص للتواصل الاجتماعي ليه؟ تلاقي الاب مشغول، طب مش عن الزوجه، ده الاسره كلها في البيت، الولد ماسك التليفون في جنب، والراجل ماسك التليفون في جنب، موقع التواصل والزوجه على جنب، ده حتى الاطفال النهارده. ما هو اكبر بيرجع يا سيد بيه، الزوج دايما مشغول بيروح متاخر، الزوجه هتمل من التلفزيون، مش هينفع
زهقت بقى زهقت ما خلاص اتوصلت خلاص مسكت الموبايل عملت صفحه عملت واتس عملت على دخلت على تويتر خلاص حتى لما يجي يخش لما يجي مثلا متاخر حوالي الساعه 10 بالليل ويعمل لي عشاء مش يعمل لي عشاء شكرا استاذ محمود نيجي بقى للاستاذه نيس موصل اسمه النهارده سمعنا عن مواقع جديده اسمها تيك توك صح تيك توك دي توك توك على فكره يعني جايه من كلمه توك توك للاسف الشديد شفنا النهارده بقت النهارده بتيجي ده انا اخر حاجه شفتها اتبعت لي فيديو بتفرج عليه لقيت واحده عندها 60 سنه بترقص على التيك توك للاسف ايه ده ايه الظاهره دي كيفيه علاج هذا الموضوع يمكن احنا شفنا الحمد لله الدوله تدخلت على البعض بعض الفتيات اللي كانوا بيحضوا على الرذيله وللاسف ده كانوا بيصطادوا من خلال هذه المواقع سيدات ويمشون في الوزير الدولة على هذا الموقف بقت تجارة النهاردة بقت للأسف تجارة رخيصة من خلال موقع التيك توك ده شايفة حله إيه؟ والله أنا مش هكذب على حضرتك أنا ماليش في التيك توك أصلا يعني نعم. مش بدخله ما سمعتيش عنه قبل كده يعني شفته يعني. لا أكيد ده كان عندي في مرة كنت كمتفرجة زي أحد بتفرج على حاجة جديدة ما أعرفهاش مش هكذب إني فعلا لقيت في سيدات فعلا ممكن تكون في عمر متأخر كبيرة يعني كبيرة بترقص بتعمل تصرفات غير لائقة في حاجات تانية مش هكذب على حضرتك ان هي كانت مفيدة مثلا زي حاجات تعليمية لغات اي حاجة ممكن يستفيد بيها شخص في حاجات تانية مفيدة بس انا قصدي ان كله بقى موجود عليها فانت مش هتقدر تمنع ابنك من السلبي او ان هو يفرق بين السلبي والايجابي خاصة لو هو كان لسه طفل ما بيعرفش يفرق بين الحاجات دي شيخ عمر بقى عشان قربنا نختم انت شايف حضرتك من وجهة نظرك من الحلقة النهاردة الشيقة ديت اتكلمنا على موقع التواصل الاجتماعي خدنا الراي الديني والراي السياسي والراي الشبابي شايف ان هل ايجابيات وسلبيات موقع التواصل الاجتماعي ايهما ينتصر علمنا حبر الامه وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه ما من قول الا وفيه الحسنه او السيئه نعم. لذلك يقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه لأنه معصوم يوحى إليه وما ينطق عن الهوى فما من شيء في الدنيا إلا وهو خاضع لاستخدامي أنا فإذا ما أحسنت استخدامه أصبح إيجابي وإذا ما أسأت الاستخدام كان سلبي مثله مثل السكين دي رسالة هي للمجتمع رسالة المجتمع إذا أحسنت استخدام موقع التواصل الاجتماعي أصبحت إيجابية الله يقول في قرآنه نعم. هذه بضاعتنا ردت إلينا نعم. هذا إنما صنع في الأصل لزيادة العلم نعم. والإقبال على عمارة الدنيا لا خرابها نعم. فإذا ما كنا كعرب وكمسلمين حريصين كل الحرص على رقي أوطاننا وتقدم شعوبنا فإنه لابد من إعادة النظر في استخدام هذه الوسائل أستاذ محمود نفس السؤال طبعا أنا بعد الشيخ عمر مش قادر أتكلم إيجابي ولا سلبي لا طبعا بعد ما بقول لحضرتك بعد الشيخ عمر يعني كل يؤخذ إليه وإيه إلا صاحب هذا القبر ويرد طبعا نعم طبعا. يبقى أنا أحسنت استخدامه بقى بقى مفيد جدا أسأت استخدامه بقى سيء جدا 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 يعني مش شايف إن هذا أضيف حاجة بعدهم الصراحة يعني يعني أنت نفس الوضع أعزائي المشاهدين طبعا ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بنشكر الشيخ عمر الشهيبي على المعلومات الشيقة الجميلة اللي تقريبا أفادت المجتمع النهاردة وحلقة كانت في غاية الأهمية والخطورة هي خطورة السوشيال ميديا على الأسرة والمجتمع بنشكرك يا شيخ عمر جزاك الله خير وبارك الله لك العزب على المعلومات الشيقه الجميله اللي جه شويه على لا والله ما جاش شويه لكن برضو انا معاك قبل ما اختم بس اللي في برضو في انا عارف تزعلان في مقاولين انت قريت اشتغلت في المقاولات عشان كده لا 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 والله بالعكس صغيرين محتاجين نظره عطف برضو نظره عطف عليهم المقاول المقاول انا صلحت اهو المقاول انا بشكر حضرتك وبشكر استاذ الشيخ عمر انا شرفتينا وانت ما شاء الله انت فعلا مشروع اعلاميه قديمه ان شاء الله اعزائي المشاهدين ده كان موضوع حلقتنا النهارده وكما قال الشيخ عمر كل شيء يؤخذ الى كل يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب سيدنا صلى الله عليه وسلم اعزائي المشاهدين السوشيال ميديا مفيده
لانها صدرت معلومات ايجابيه للمجتمع. من ان انا اي معلومه عايز اخش اخدها في تكنولوجيا، في العلم، في الطب، في الهندسه، جايبها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال موقع جوجل. والسلبيات ان احنا شفنا مواقع دمرت المجتمع، مواقع للاسف الشديد بقى كله بي 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 كله بيشوفها حتى كبار السن، دي كارثه. وشفنا حاجه تانية اللي هي زي ما اتكلمنا النهارده، اثرت على المجتمع سلبيا بزياده حالات الطلاق من خلال السوشيال ميديا اعزائي المشاهدين. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، نتمنى ان نكون اسعدناكم. وتحيا مصر، ومصر تحيا، ويا مصر بكره احلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.